مستقبل الإسلام متعلق بمصير البشرية في عمومها، والاستفادة من هدايات الله سبحانه وتعالى، والدين الحق والرسالة الخالدة والخاتمة لبقية الرسالات هي دين الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما أن مستقبل الإسلام أو دين الإسلام، الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كما أن المستقبل للإسلام هو المستقبل البشرية نحو السعادة ونحو هدايات الله ونحو تعاليم القرآن ونحو القيم الإنسانية الرفيعة التي غرسها الله في الفطر السوية والقلوب والعقول السليمة والقلوب السليمة. وبالتالي لا شك إن الإنسانية في أشد الحاجة لتعاليم دين الإسلام. نحن كمسلمين عندنا ثقة في أن الإسلام سيكون له مستقبل وسيكون في كثير بقيمه وبأحكامه الكبرى سيكون فيه الكثير من الحلول للمشاكل التي يعاني منها الإنسان في واقع اليوم. ولكن من جهة أخرى نرى المسلمين في تخلف، ونرى كثير من ممارساتهم ومن توجهاتهم يعني لا تستجيب لهذه القيم الإسلامية، فكيف نوفق بين الأمرين؟ لابد أن نتحدث في أن كيف يكون الإسلام في اتجاه المستقبل حلا لمشاكل، وكيف يمكن أن يتجه الإسلام هذا الاتجاه، ومن الذي يقوم بدفع بالتوعية لكي يقلع المسلمون عما هم فيه من واقع متردي إلى واقع يكون فيه الإسلام ويكون فيه المسلمون في هذا المنتظر منهم مشاركين في علاج القضايا الكبرى والمشاكل التي تعاني منها الإنسانية عامة. أستاذ محمد حسن، نحن كنا نتكلم عن الإسلام المستقبل وإسلام خير إسلام القوي وما إلى ذلك، لكن فجأة هوجمنا من قبل الإمبريالية والخارجية وبدأت الأسرة تنهدم. يعني كيف تكون مستقبل الإسلام والأسرة غير موجودة؟ كيف نحافظ على الأسرة يعني حتى نبني مستقبلا جيدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإسلام دين الله وهو حاميه وهو أغير عليه، ونحن مستخدمون فقط في ذلك. من امتن الله عليه وشرفه برعاية الإسلام وخدمته فقد شرفه الله، ومن لم يشأ الله به ذلك سيصرفه عنه، فقد قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقد جعل الله المستقبل لهذا الدين مطلقا، ولذلك فإن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الإسلام الذي شرعه الله هو مصلحة البشرية في كل جوانب حياتها. في الجانب السياسي قد ذكرنا أنه هو الذي أتى بالحريات ومنع الإكراه. في الجانب الاقتصادي هو الذي حرم الاستغلال والربا والاحتكار والغش والخداع. في الجانب الاجتماعي هو الذي شرع الأسرة وحرم ما كنا نتحدث فيه بالجندرمة. الآن آخر نظريات الجندرمة هذا طبعا جندرة آخر شيء فيها أنهم الآن عرفوا أن من ضرورات الإنسان أن المرأة تريد أن تكون أما، وأن الفردين إذا عاشا زمانا طويلا تمالا كل واحد منهما يمل الآخر، فأرادوا أن يكون لهم إنجاب فما وجدوه، لا يمكن إنجاب امرأة من امرأة ولا رجل من رجل، فاحتاجوا إلى إدخال محلل طرف ثالث مخالف. فالمرأتان تريدان الإتيان برجل والرجلان يريدان الإتيان بامرأة،
وحينئذ سيعودان للأسرة، لكن أسرة غير قويمة وغير صحيحة، لأنها مختلطة، لا يدرى هذا الولد من أي هذين الرجلين، أو تكون المرأة أيضا أيتهما زوجة هذا الرجل، فهذه أسرة غير صحيحة. لكن هذا الذي لجأ إليه العالم الآن، لأن المرأة إذا عاشت زمانا في بيت فإن من ضروراتها أنها تحتاج إلى أن تكون أما، تحتاج إلى ولد. نعم. هل هناك مبشرات لمستقبل الإسلام؟ نعم، مبشرات كثيرة جدا، في مبشرات شرعية وفي مبشرات واقعية. في النصوص الشرعية، نريد أن نتكلم عن الواقعية. الواقعية الآن يذوب الناس إلى دين الله أفواجا، ومستوى التدين في كل بلد الآن أكثر قطعا وأحسن من مستواه فيما مضى. أنا حدثني أحد القضاة الكبار في المملكة العربية السعودية، قال لي قبل كانت ليلة 27 هو رمضان، ونحن ذاهبان إلى الحرم لأداء الصلاة الثانية في الليل، فما وجدنا مكانا يمكن أن نصل منه للحرم، الدنيا كلها مليئة بالناس. قال لي قبل 46 سنة جئت في هذه الليلة إلى الحرم، ودخلت إلى الكعبة وما يصلي هذه الصلاة إلا عبد الله الخليفي، يصلي وراءه ثلاثة صفوف والناس منصرفون عنها، فذهب الناس إلى دين الله ورجعوا. انظر إلى الشباب الآن وفشو الدين فيهم والالتزام، انظر إلى النساء وعودتهن إلى الحجاب وعودتهن إلى الأخلاق، انظر إلى انتشار الجامعات والمؤسسات العلمية. لكن هناك ما يفسر هذه الكسرة غثاء؟ لا لا، ليست غثاء الحمد لله، لأن فيها كثير من الخير، وبالأخص العمل الجماعي فيها، الأعمال الجماعية. قبل إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان العلماء متفرقون متناثرون، ما لهم موقف موحد وما لهم شيء ينظمهم. نعم. جاء الاتحاد ولم لا يدعي أنه أحاط بالعلماء ولا يدعي أنه يمثلهم جميعا، لكن على الأقل وضع لبنة، ولذلك قام بعده عدد من الاتحادات العلمائية ومن نعم. الأعمال الجماعية في هذا. صح. شكرا نعم. جزيلا، بارك نعم. الله فيكم. أستاذ علي خرداوي، صناعة المستقبل، كيف سنصنع المستقبل والوضع ليس لا يبشر بالخير كثير؟ يعني أنا يعني أرى أن ظروفنا صعبة جدا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حقيقة مثل ما تفضل فضيلة الشيخ محمد الحسن أن الواقع الحالي مبشر بالخير، وأن النصوص الشرعية القاطعة تدل على أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعظم العلماء من المفسرين قالوا أن للجنس، أي جنس الأرض، أو للاستغراق، أي الأرض كلها. واليوم فعلا ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم يصل. إحنا اليوم أحد العلماء بالمناسبة في الانترنت قال الآن في كل أقل من نصف دقيقة يكون هناك أذان. لو كان الآن ربطنا الآن الكرة الأرضية بسماعة سنسمع أن الأذان يتكرر في كل العالم بدون توقف، وهذا لم يكن موجودا قبل 100 سنة، قبل 50 سنة. الإسلام بخير، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لذلك هذا المستقبل قطعي ولا شك فيه، لكن هذا المستقبل له سنن. لأن هذا قضية المستقبل، الله سبحانه وتعالى أمرنا بصنعه. نعم، هو يساعدنا ويهدينا ويرشدنا، وهذا من أهم السنن. صناعة المستقبل قضية العلم بكل أنواعه والإبداع فيه، وكذلك وتحويل أعمال المسلمين من فوضى كما هو الحال في معظم الأحيان، والذي ربما نرى في بعضها غثاء، إلى استراتيجية، إلى تنظيم هذه الأعمال، إلى أن يمارس المسلمون حقهم بالكامل كبقية الأمم في حرياتهم وفي تكوين دولتهم وفي كذلك تكوين مستقبلهم وحضارتهم. ولا شك أن أسباب الحضارات وسنن الحضارات كما يقول ابن خلدون تحتاج حقيقة إلى الأخذ بالأسباب. لذلك نحن ننتهز الفرصة الآن، نوجه أبناءنا وإخواننا داخل العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي إلى الأخذ بهذه السنن، ومن أهمها بصراحة الوصول إلى أحسن الأعمال والإبداع فيه. وأنا أفهم قول الله سبحانه وتعالى وأكثر من مرة تكرر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن هذه الآية في بيان الامتحان بيننا نحن وبين بقية الأمم، أينا أحسن عملا. وأحسن عملا نكرة كما يقول الثعالبي، والنكرة لا حدود لها، أي يجب أن تسعى هذه الأمة أن يكون أحسن عملها
في الصناعة وفي الزراعة وفي التجارة وفي السياحة وفي كل شيء. نعم. أمس أحسن من أمس وغدها يكون أفضل من اليوم. نعم. وهذه العقلية الاستراتيجية الديناميكية المتجددة هي التي تصنع لنا الحضارة وتساعد إن شاء الله على تحقيق أملنا وحلمنا بإذن الله. شكراً جزيلاً، وصلت رسالة. أستاذ نجار، نحن نتكلم عن مستقبل الإسلام، والمستقبل لا يصنعه إلا شباب المستقبل، ووضع شباب الأمة ليس بخير على حسب ما يقوله بعض الإحصائيات الدقيقة. كيف نراهن على الشباب والمستقبل الإسلام وشبابنا ليس في المستوى المطلوب، بل كثير منهم انضموا إلى حضارات أخرى؟ يعني هو مستقبل الإسلام ليس موقوف على الشباب، موقوف على البشرية بأكملها. صح. لأن الإسلام هو إسلام الإنسان. نعم. إسلام البشرية أصوله محفوظة بحفظ الله، ولكن عن طريق أسباب ووسائل هي نحن المسلمين، وذلك من خلال أمرين أساسيين يتجهان إلى الشباب ويتجهان إلى الإنسان بصفة عامة. الأمر الأول هو ما نقوم به من الاجتهاد والتجديد، ومن إيجاد حلول من الصيدلية الإسلامية، من المبادئ الإسلامية لما يطرأ من مشاكل في حياة البشرية المتطورة المستأنفة في كل مكان. لابد أن نظهر، أن نبدي الإسلام للناس في القضايا التي تهمهم، قضايا الحرية، قضايا الكرامة الإنسانية، قضايا السلم، قضايا الأمن وما إلى ذلك. لابد أن الإسلام نظهره في هذه المظاهر. والأمر الثاني هو كيف نخاطب الناس بهذه القيم وبهذه الحلول التي اجتهدنا في إيجادها. العالم اليوم، البشرية اليوم مهيئة ثقافيا وعقليا على ثقافة النفع المنفعة، ولا تهتم كثيرا ولا تقتنع كثيرا بالفلسفة النظرية، بالمنطق العقل المجرد. البشرية تنتظر حلولا لمشاكلها. العالم يعج بالمشاكل، مشاكل الأسرة، مشاكل البيئة، مشاكل القحط الروحي، مشاكل اختلال التوازن بين المادة والروح. تنتظر البشرية منا حلولا، كيف نخاطبها بهذه الحلول؟ نخاطبها بمنطق نفعي ينفع الناس، والإسلام ما جاء إلا لنفع الناس، وهذا أصيل في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر كيف الإيمان يؤدي إلى مصلحة. نعم. عملية. إذن الظروف كلها مهيئة لمستقبل الإسلام. نعم. من ناحية أن الإسلام فيه الحل وفيه بشرط الاجتهاد والتجديد، وأن البشرية مهيئة لهذه الحلول، هي تستشرف حلاً، تستشرف إنقاذاً. الكرة في ملعبنا كما يقول أهل الرياضة، فما علينا. نعم. إلا أن ننظر في أمورنا من هذه الناحية. نعم، شكراً جزيلاً. أستاذ صلابي، هناك إشكالية حقيقية في الحقيقة في فكر الإسلامي المعاصر. دائماً نكنه بالتاريخ، نقول والله الإسلام كان كذا، المسلمون كانوا كذا، الإسلام كان بخير وكان لديهم تقدم وتحضر وما إلى ذلك، لكن كل شيء اليوم سيء. ربما بعد 100 سنة الناس أيضاً سيقولون كل شيء كان جيد جداً في القرن 20 وفي 21، لكن اليوم كل شيء ليس جيد. كيف نحل هذه الإشكالية؟ يعني في ازدواجية في التفكير، يعني كل شيء جيد في التاريخ، كل شيء سيء اليوم. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نضرب إن شاء الله مثال في منطقة شمال أفريقيا. نعم، سريعا في الوقت. يعني بعد سقوط دولة الموحدين، قابلية الأمة للاستعمار كما قال الأستاذ مالك بن النبي رحمه الله كانت جاهزة. نذهب للمغرب الأقصى، كان تحت الاحتلال الأسباني والفرنسي، مسلوب الإرادة السياسية والاقتصادية والثقافية، وجاءت حركة المقاومة، والملوك ما استطاعوا حتى يقاوموا في فترات معينة، سلبت إرادتهم تامة. جاء عبد الكريم الخطابي رحمة الله عليه ومهد لحركة ثورية، وجاء بعد ذلك محمد الخامس في حركة وطنية مشهورة والتحم بها علال الفاسي وكثير من العلماء. وانظر إلى فترة الاحتلال الأسباني والفرنسي للمغرب الأقصى، والآن على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الديني، على المستوى العلمي، على حتى تدين الناس. نأتي للجزائر. للجزائر ملحمة هائلة ضخمة،
واستعماض شمولي بمعنى الكلمة، استهدف الهوية، استهدف الحياة الاقتصادية الاجتماعية، القوانين فرضها على الناس، وقاوم الشعب الجزائري وأنظر الجزائر بالاحتلال والمراحل التي مر بها في عهد الأمير عبد القادر وفي عهد عبد الحميد بن باديس محمد البشير البراهيمي وفي الجبهة جبهة التحرير، وانظر الجزائر الآن، الجزائر متقدمة نحو حضور حضاري. تعالي إلى ليبيا، كيف الاستعمار الإيطالي حاول حتى تنصير الليبيين وقتل ومذابح وهتك أعراض وكل شيء عمل الاستعمار. يعني الوضع اليوم أحسن يعني؟ جدا، ما فيش مقارنة كيف كنا وكيف أصبحنا. فنحن كنا في عهود ظلامية استعمارية، الآن الأمة تقاوم وتناضل وتطالب بحقوقها وتضحي، نحن في طور الابتلاء نحو الشهود الحضاري. وبالتالي الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي هي هل نستطيع أن نصنع مستقبل أحسن من اليوم؟ يا أنظر للدورات الحضارية، الدورات الحضارية قابلية الأمة للاستعمار، الآن الأمة تقاوم في الأنظمة الاستبدادية. الآن بدت بعض الحكومات الوطنية التي يختارها الناس، الأمة رجعت إلى هويتها، إلى دينها، إلى عقيدتها، إلى كرامتها، إلى إنسانيتها. وبالتالي نحن في طور الشهود الحضاري، لكننا في طور الابتلاء. لا يمكن شهود حضاري إلا بعد ابتلاء عظيم. سيدنا نوح عليه السلام، شو انظر البلاء الذي مر به في نهاية الحضارة الإنسانية الأولى، ثم أنشأ الحضارة الإنسانية الثانية. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. فالشهود الحضاري قادم لا شك فيه، وهو لمصلحة الإنسانية المعذبة الضائعة التائهة كما قال الدكتور عبد المجيد، من خلال القيم التي يحملها هذا الدين. نعم، شكرا جزيلا. الحمد لله، الحمد لله. أستاذ خادمي، بالنسبة لصناعة المستقبل، ما هي الآلية لصناعة المستقبل؟ هل من خلال الفتوى، فتوى علمائية، نستطيع أن نطور آلية ديناميكية لصناعة المستقبل خاصة بين فئة الشباب؟ إذا فيه فتوى لآليات صناعة المستقبل فهي فتوى عامة وفتوى كلية يشترك فيها جميع المعنيين بالمستقبل الإسلامي والعربي من العلماء والمفكرين ومن الدولة الحديثة المواطنية المدنية الشعبية الإنسانية، من كل ما يتعلق بهؤلاء الشركاء المستقبل الإسلامي والعربي. ونحن نعتبر أن المرحلة التي نعيشها الآن هي مرحلة ثورات وإصلاحات، هي كانت ثمرة لمرحلة سابقة منذ 30-40 سنة قيل بأن المستقبل فيه مشكلات وأن الوضع كان بصعوبة بالغة، ولكن هذا المستقبل آل من ذلك الوقت آل إلى ثورات وإلى زيادة الوعي بالحقوق والحريات والواجبات. هذا دليل إضافي على أن المستقبل إن شاء الله تعالى القريب والبعيد إنما هو بمقدمات الآن. مقدمات الآن أولا إحساس بأزمة شديدة ولكن بوعي يتعاظم مع هذه الأزمة، وأيضا بواقع من الحريات يتعاظم يوما بعد يوم. ومرحلة الكشف الآن، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فنحن اليوم نعيش مرحلة الكشف الحضاري، أي معرفة من هم الذين يمثلون مشروعا للمستقبل وصناعة المستقبل، ومن هم الذين يرتدون إلى الوراء فيما يعرف بالثورات المضادة والعمليات الانقلابية على خيرات الشعوب. لكن مستقبل الأمة والإسلام لابد له كما قلتم وكما قال المشايخ، لابد له من سنن ووعي وفعل. هذا يعبر عنه بمقتضى المستقبل الإسلامي. المقتضى هو ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، ما يتعلق بتعزيز القدرات الإسلامية بمستوياتها، القدرات المعرفية التجديدية، القدرات التنموية الاقتصادية، القدرات السيادية الوطنية، قدرات الانخراط الدولي. هذه قدرات لابد أن نعززها، وكذلك من مقتضيات ذلك التشبيك المؤسسي والتجسير نحو العالم والانفتاح على العالم تعريفا بمشروعنا الإسلامي، وأيضا معالجات أخرى في الشأن الداخلي، حسن إدارة الشأن الداخلي، الشأن المذهبي الطائفي، الشأن
الحضاري المادي الطبيعي، لابد من استثمار هذه الطبيعة الجغرافية في وسط الأرض، لابد من إدارة التمذهب وإدارة الخلاف وإدارة الافتراق. ونحن نعيش في أمة عربية إسلامية بأطيافها وطوائفها وبأعراقها وأجناسها وأحزابها، وأيضا لابد من حسن إدارة الاختلاف العالمي والتواصل مع العالم، كل هذا بمداخله. هذا الذي كنت أريد أن أسأله، يعني كيف كما نستفيد من تاريخنا وتراثنا التاريخي، كيف نستفيد من تجارب الآخرين لصناعة المستقبل؟ نحن اليوم مثلا في تواصلنا مع العالم نستفيد على مستوى تعزيز الحريات والمأسسة للحريات، وكذلك تعزيز المرجعيات بشكل منتظم متوافق. نحن اليوم نصنع صناعات دستورية تأويلية وصناعات حقوقية قانونية، ونصنع كذلك قدرات في التواصل الدبلوماسي والتواصل الثقافي. الثورة العربية أدت إلى وعي متعاظم بالتوليف بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدستورية، بين تعزيز فقه المشترك الوطني، تجميع بين فرقاء الوطن إن اختلفوا في الأحزاب، إن اختلفوا في العقيدة، إن اختلفوا في الخيارات السياسية، لكنهم متفقون على الوحدة الوطنية وعلى وحدة الأمة وعلى القضايا الكبرى لهذه الأمة، كقضية فلسطين أو الحق الفلسطيني، قضية السيادة الوطنية. الذي أقوله ما نعيشه اليوم من أزمة ومن تراجع في بعض المجالات، إلا أننا نعيش اليوم مرحلة التجاوز والانطلاق بناء على الأزمة، لأن الأزمة جزء أحيانا وفي الغالب الأعم جزء من ماهية التجاوز، والمرض يؤدي إلى الشفاء وإلى الصحة على المستوى الفردي وكذلك على مستوى الشعوب وعلى مستوى الأمة. نحن اليوم نرسم خطا أماميا بالعلماء وبالسياسيين وبالتجربة الكبرى، تجربة الثورة العربية بعناوينها الكبرى المواطنة، نعم، الحرية المدنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حظا من هذا المستقبل الإسلامي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شكرا جزيلا، وصلت رسالة. إن شاء الله المستقبل للإسلام والمستقبل الإنسانية للإسلام ويستقبل إن شاء الله سيكون أحسن من ما نعيشه اليوم، وجهود العلماء ومساهمة العلماء سيكون شيء كبير إن شاء الله في صناعة المستقبل. أشكركم، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. السلام، شكرا. أستاذ أحمد، نحن تحدثنا في الحلقات السابقة على الإسلام ومستقبل الإسلام، وكأننا تفائلنا كما يتفائل المسلمون بأن الإسلام له مستقبل وأنه سيكون له شأن في معالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع البشري. لكن إذا نظرنا إلى الواقع، إذا واقع الإسلام في حياة المسلمين وما تعج به هذه الحياة، حياة المسلمين، من اختراقات وإخلالات بالمقتضيات الإسلامية، وما هم فيه من تخلف، وما يقترفونه في كثير من الأحيان من الرذائل ومن مخالفة للأحكام الدينية، يرى من ملاحظاته هذه أن هناك فرق بين هذا الواقع وبين هذا التفاؤل بمستقبل الإسلام. فكيف يكون هذا الإسلام له مستقبل وحال المسلمين كما هي عليه؟ حقيقة أستاذ، هذه مفارقة حقيقية ومؤسفة ومؤلمة ربما. فبقدر ما نجد في الإسلام من قيم وعقائد وتوازن تشريعي وتوازن في الحياة الاجتماعية وتوازن بين الحياة المادية والروحية، وبما قلتم حين تحدثنا في حلقة أخرى عن موضوع الأسرة، قلتم إن الإسلام هو الذي يقدم نموذجه المتكامل والراقي لموضوع الأسرة، بل هو الذي يمكن أن ينقذ الأسرة حتى عالميا. فهذا الإسلام بقدر ما نجد فيه مما لا يحصى ولا يتسع له الوقت من كنوز ومن مزايا، نجد للأسف ما يقدمه المسلمون وما يقدمون به الإسلام من خلال أفعالهم وتصرفاتهم وأحوالهم، نجد هنا هذا التناقض الصارخ. هذا حقيقة
ولكن بما أن المسلمين على العموم رغم كل هذه الآفات مؤمنون بالإسلام ولديهم استعداد مبدئي حين يفهمون حين يقادون برفق وبحكمة إلى الإسلام الصحيح، فما داموا على هذا الاستعداد فإن قابلية أن ينخرطوا في الإسلام بمستواه وأن يرتقوا إلى الإسلام وأن يتقدموا إلى الإسلام، كما يقول بعض العلماء المسلمون ليسوا مدعوين للرجوع إلى الإسلام وإنما مدعوون إلى الصعود إلى الإسلام ومدعوون إلى التقدم إلى الإسلام، وهذه القابلية موجودة، وما دامت موجودة فنحن نعول عليها أن المسلمين يتقدمون إلى دينهم ويرتقون إلى مستوى دينهم، وهذا هو الضمان الحقيقي لمستقبل الإسلام. ولكن كيف يمكن تفجير هذا الاستعداد في المسلمين ليصبح وليتغير من استعداد كامن إلى فعلا في الواقع؟ يعني ماذا يحتاج الأمر ومن يقوم بهذا؟ طبعا كذلك مثل ما ذكرت أن المسلمين على العموم ورغم كل ما يخترقهم من آفات التخلف والانحطاط والتفرق فإنهم رغم ذلك لهم الاستعداد المبدئي متى ما فهموا وعلموا وشرح لهم الإسلام كما ينبغي، فكذلك في المسلمين وفي الأمة الإسلامية في جميع قارات الأرض علماء ودعاة ومثقفون ومسلمون مبدعون في جميع المجالات موجودون هؤلاء. طبعا ليس أمامنا إلا أن هؤلاء يستمرون في جهودهم ويحاولون الخروج من هذا الكابوس ومن هذه الحالة المعتمة من أوضاع المسلمين، فإذا ليس أمامنا إلا أن العلماء المجتهدين والمجددين يستمرون في هذا الطريق والدعاة، وكذلك بعض حكام المسلمين يعول عليهم أن يقدموا نموذجا آخر غير الذي نراه. شكراً.